ونجسد طموحاتنا وآمالنا على أرض الواقع. المستقبل ملك للشباب، المستقبل ملك للشباب. والشباب هو مفتاح التغيير اليوم في الجزائر، ونحن نعول عليه كثيرا، ونحن نعول عليه كثيرا ليتشاركنا هذا المسار، لأننا وبكل تواضع نحمل هذا المشروع الطموح لتغيير الأمور نحو الأفضل ولبناء دولة ديمقراطية اجتماعية كما تأتت في بيان أول نوفمبر 1954 ولوائح مؤتمر الصمام. التغيير ممكن، التغيير ممكن، لكنه لن يتأتى إلا بمشاركتكم وتعبئتكم ووقوفكم إلى جانب مرشح التغيير، إلى جانب مرشح الطبقات الشعبية، إلى جانب مرشح الشباب، إلى جانب مرشح القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للجزائريات والجزائريين. خواتاتنا وخوتنا في برج بوعريريج أعطوا لنا الأمثلة بتعبئتهم في الحراك عام 2019. الصور اللي بعثتوها من عاصمة البيبان في 2019 وفي كل جمعات الحراك دونها التاريخ في إطار تجنيدكم من أجل الصالح الوطني. احنا حبينا اليوم باش نخلقوا حراك انتخابي ونجسدوا التغيير اللي حبيتوه واللي يكون في صالح الشباب وفي صالح الجزائر، بعيدا عن الديماغوجية، بعيدا عن لغة الخشب. احنا مناضلين تعلمنا النضال في الشوارع في المسيرات مثل الشعب الجزائري بأكمله، تعلمنا وتتلمذنا على أيدي رجال يحملون الوطنية وحب الجزائر في قلوبهم ولديهم أفكار وبرامج للنهوض بهذا البلد ليكون في مصف الدول الكبرى. للأسف إلى حد الآن السياسات المنتهجة من أنظمة الحكم التي تداولت على السلطة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لم تجسد التطلع الشعبي والتطلع الديمقراطي المشروع لملايين الجزائريات والجزائريين. ما عطاولناش صورة باللي هناك إرادة سياسية للتغيير ولا لبناء مستقبل أفضل. اليوم تسييرهم يتمحور حول زوج أو ثلاث محاور أساسية: الإقصاء، التسلط، والبريكولاج. وإحنا نقول اليوم من عاصمة البيبان في برج بوعريريج، نقول من عاصمة البيبان من برج بوعريريج باللي أكثر من نصف قرن من البريكولاج بركات، أكثر من نصف قرن من التهميش بركات، أكثر من نصف قرن من التسيير العشوائي لشؤون الدولة ولشؤون الشعب بركات. الشعب الجزائري حاب يتحرر ويساهم في بناء الدولة تاعو وعنده من المؤهلات ومن المكونات ومن الخيارات ما يمكنه ببناء دولة قوية، دولة ذات سيادة، دولة ذات أسس سياسية صحيحة
ودولة ذات اقتصاد متطور ورفاه اجتماعي. هذه الطموحات المشروعة نلخصها في برنامجنا السياسي أو برنامجنا الرئاسي اللي سميناه رؤية، لأننا حبينا نشوفوا وإياكم إلى المستقبل. كيفاش راح يكون مستقبل الأجيال المقبلة؟ كيفاش راح يكون مستقبل البلاد؟ هذا بطبيعة الحال يوضع مسؤولية كبيرة علينا جميعا، ليس فقط على الطبقة السياسية أو يوسف أو شيش كمرشح للرئاسيات، لكن يوضع مسؤولية كبيرة على كافة الجزائريين والجزائريات المؤهلين لفهم الأمور والمؤهلين للمشاركة لتجسيد التغيير والحفاظ على هذا البلد الغالي. تجندنا اليوم هو تجند إلى جانب كلمة الحق، وتاريخنا، نضالنا، مواقفنا يتكلموا علينا. الناس كامل تعرف مواقف الأفافاس، الناس كامل تعرف تجند الأفافاس إلى جانب الطبقات الشعبية، إلى جانب بناء الوطن والدولة الديمقراطية الحقة. لذا احنا في برنامجنا الرئاسي نقترح أو نلتزم إن انتخبنا على رأس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإحداث القطيعة مع البريكولاج، وبإحداث القطيعة مع التسلط وتهميش الشعب الجزائري من كل مسارات اتخاذ القرار. لهذا من بين التزاماتنا الأولى في المجال السياسي هي إشراك كافة الجزائريات والجزائريين بكل اختلافاتهم وتنوعهم وانتماءاتهم الإيديولوجية والسياسية والثقافية في كل مسارات اتخاذ القرار. نلتزم إياكم، نلتزم نحن وإياكم بإعادة الاعتبار للعمل السياسي. نلتزم وإياكم ببناء دولة قانون على أسس صحيحة. ما هي الأسس التي تقوي وتحافظ على دولة القانون اليوم؟ هي بالنسبة لنا أولاً الأساس الأول هو إشراك الشعب الجزائري. الأساس الثاني هو الفصل بين السلطات، ونلتزم في برنامجنا السياسي بأننا سوف نفصل بين السلطات بصفة أنه ما يكونش تداخل بين السلطات، وما يكونش سلطة تطغى على السلطات الأخرى مثل ما هو صاير حاليا. السلطة التنفيذية تطغى على كل السلطات، السلطة التشريعية والسلطة القضائية ما عندهمش أي سلطة وما عندهمش أي كلمة أمام السلطة التنفيذية. سي ليكزيكوتيف كي جير إنو ريجوتون، ونحن ضد هذا المنهج لأن هذا المنهج يتنافى مع المبادئ الديمقراطية ويتنافى مع مبدأ بناء دولة الحق والقانون. احنا نلتزم إلى وصلنا إلى سدة الحكم بإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية للبرلمان بغرفتيه. نلتزم بإعادة تأهيل وإعادة الاعتبار للمؤسسة القضائية، وكما قلتها في مناسبات كثر، بإعادة توازن ميزان العدل في الجزائر. وين الجزائريات والجزائريين ما يشكيوش من الحقرة؟ وين الجزائريات والجزائريين ما يحسوش روحهم محقورين في بلادهم؟